دائما في إطار سلسلة تاريخ الأرض، ما زلنا في الحقبة الثالثة، وعرفنا على أن نهاية الحقبة عرفت ظهور الماموث، اكتشاف جماجم وأسنان، وكذلك بعض أجزاء الهيكل العظمي للإنسان. ودابا غادي نشوفو شنو هي مميزات الماستودونت. طوله 5 الأمتار، العلو 4 أمتار، له خرطوم طويل، قطعته العلويتان تحولتا إلى نابين للدفاع. عاش منذ 10 ملايين سنة كل من إفريقيا، آسيا وكذا أوروبا، أحد أقدم أسلاف الفيلة. دابا غادي ننتقلوا باش نشوفوا مميزات الماموث. هو حيوان ضخم كان مكسو بزغب طويل أسود اللون. ودابا نشوفوا مميزات الماشيغوديوس. له حجم الفهد، حيوان ضار مخيف، له نابان علويان ناميان، بقي على قيد الحياة حتى الحقبة الرابعة. دابا ندوزو باش نشوفو مميزات الأسماك لبواسون. كانت كل أنواع الأسماك الحالية موجودة تقريبا، إلا أن بعض البحار عرفت كثرة سمك القرش. ننتقلو للبرمائيات ليزونفيبيان والزواحف لغبتيل. اللي خصنا نعرفو على أن الزواحف والبرمائيات العملاقة اختفت نهائيا، هذه عشت في الحقبة الثانية، بينما نجد بالمقابل ضفادع وعلاجم ثم زواحف مثل التماسيح والسلاحف والتعابين. أما فيما يخص الطيور لزوازو فقد تكاثرت وتعددت الطيور الحقيقية التي تشتمل على منقار بدون أسنان وعلى ريش وذيل قصير، فضلا عن ظهور الطيور الحالية. وفي الأخير غادي نشوفو باش تميزات الحقبة الثالثة بشكل عام. اللي خصنا نعرفو هو أن الحقبة الثالثة سميت كذلك لأنها كانت حقبة كاسيات البذور، اللميات، ثنائيات الصدفة ومعديات الأرجل والثدييات. تم العثور في نهاية الحقبة على هياكل عظمية لها صفات بشرية.